إذا انضبط شتمت ما انضبط شتمت سبت ما تخلص نفسها، واحد طلعت من بيت زوجها ما لها نفقة، ما لها نفقة، تطلع زعلانة ما لها نفقة، لأن لازم تطلع إنه الزوج يطلعها بيدها، ولا تطلع زعلانة ما مكنت نفسها إنه الزوج يستمتع بيها تسقط نفقتها. طيب الزواج المؤقت، هسه الزواج المؤقت حكم شرعي ولا مو حكم شرعي؟ لدينا أحكام شرعية زين بها الزواج المؤقت، يشرع الزواج المؤقت موجود. هذا الزواج المؤقت معناه ايش؟ ما حشرع الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية حتكون مباحة، يعني أي واحد يخون زوجته أمام عينها يقول والله أنا يعني هذا زواج مؤقت، هذا ما هذا حق الشرعي في الزواج المؤقت، خلاص صارت الخيانة مباحة. هاي مشكلاتنا والله، يعني اقل مشكله ترى زواج القاصرات، اقل مشكله من هاي مشكلات زواج القاصرات. يعني راح يشرع مساله الخيانه العلنيه والمكشوفه امام الزوجه، من تحكي وياه رجلها يقول هاي زوجتي هاي بشكل مؤقت. ليش؟ هاي زوجتي، ها زوجتي مؤقتا، هاي حق الشرعي. الزواج المؤقت هو حكم شرعي موجود، يعني يخون زوجته أمام عينها، وإذا حكت يقول والله هذه زوجتي أنا متزوجها مؤقتا وخلاص، بعد ماكو. بعد ما تقدر تفك حلقها. لا احترام، لا قصية لحياة الزوجية. ما تفك حلقها، شو تفك حلقها؟ أي شيء تحكيه يقول والله هذه زوجتي مؤقتا، أنا متزوجها زواج مؤقت، بعد خلاص صار حق الشرعي. زين. يعني الخيانة الزوجية صارت مباحة. تمام. هي احنا عندنا خيانة زوجية مجرمة، وإيش كم حالة عندنا؟ عندنا بتكون مباحة. تمام. يعني ما يبقى أي قدسية لحياة الزوجية. تمام.